نقطة هامة جدا. إن أفكارنا وتصوراتنا ومعتقداتنا الموروثة أو المكتسبة عن طريق التلقين وإملاءات الأهل والمجتمع تندمج فينا مع مرور الزمن وتصبح جزءا من ذواتنا، لا بل أساسا في الإحساس بالأمان والانتماء. وحاصل ذلك أن تتحول هذه المعتقدات لتصبح لبوسا يستدفأ به ويفضي بعقل صاحبه إلى الانغلاق والتقوقع وصد كل فكرة جديدة أو مبدأ مخالف. وإذا تعمقنا أكثر تصبح بعد ذلك جزءا من كياننا الذي نأنس به ونستريح إليه، لا بل ونشعر بالغربة وأننا مهددون من الداخل إذا حاولنا إجراء أي تغيير فيه لا سمح الله. الاغتراب العقلي أيها الإخوة انعتاق يقظ وتحرر منضبط يصاحبه إخلاص للحقيقة ونهم للمعرفة. إنه حركة دائبة في عالم الآفاق وتطلع بفكر منفتح على كل فضاءات المعرفة الإنسانية. وأن لمن يغترب هكذا إلا أن يجني ثمرات وكرامات لا قبل بها لمن آثر السكون إلى ما درج عليه وألف. إنه أيها الإخوة في الحقيقة ولادة جديدة. أتوقف هنا لحظة قبل إكمالي أتكلم عن الله يجزيك الخير. ألان غرينسبان the chairman of the Federal Reserve. استمعت إلى محاضرة أو شاهدت محاضرة منذ فترة يتكلم فيها عن نفسه. كانوا يسألونه من جملة الأسئلة التي سئل، قيل له كيف تحولت إلى الاقتصاد، إلى دراسة الاقتصاد؟ قال أنا في الحقيقة كان اختصاصي ليس اقتصاد بالبداية، ولكن حدث أن ذهبت إلى المكتبة، كان طالباً جامعياً. ذهب إلى المكتبة، صعد إلى الطابق الثاني، طاولة في نهاية الدرج، لفت نظره عنوان كتاب موجود على الطاولة. فقال شدني عنوان هذا الكتاب، أخذت الكتاب، ذهبت إلى طاولة وجلست على الكرسي وطلعت على هذا الكتاب. أثارني جداً، استعرت الكتاب من المكتبة، ذهبت إلى البيت وبدأت بقراءته، وكانت هذه بداية التحول من اختصاصه الأول إلى الاقتصاد. أنا أقول لو لم يشد هذا العنوان ألان غرينسبان فتحول من دراسة الاختصاص الأول إلى الاختصاص الثاني الذي هو الاقتصاد، أتساءل كيف كان سيكون اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، سلباً أو إيجاباً لا يهم، لكن كانوا يصفون هذا الرجل بأنه الأقوى في العالم، حتى أقوى من رئيس الولايات المتحدة، لأن اقتصاد العالم كله بيده، بيطلع الستوك ماركت العالم كله اقتصاده بيطلع، بينزل الستوك ماركت الأسواق العالمية كلها بتنزل معه، فكانوا يقولون بأنه الأقوى كان في العالم كله. هذا الرجل لو لم يلتفت إلى هذا العنوان ويشده ويجري تغييراً وتحولاً في حياته لما كان هذا التغيير اليوم، شغل هذا المنصب لسنوات طويلة، لعله الأكثر أكثر سنوات كانت على يده انشغاله بهذا المنصب. لذلك أنا هنا أؤكد على أهمية حب السفر والتجوال في عالم المعلومات والأفكار، وكذلك أهمية الفضول المعرفي الذي كان موجوداً عند هذا الرجل، وكذلك نصب إشارات تساؤل واستفهام على الطريق. إننا في هذه النقطة أيها الإخوة نحتاج دائماً
أن ننظر إلى هذا العالم بدهشة الطفل وفضوله عندما يرى الشيء لأول مرة، وهذا يحتاج إلى شيء من المراس والدربة. ويحضرني في هذا المجال قول رائع جميل جدا للشاعر والفيلسوف الهندي تاغور، يقول: طوال عدة سنين وبثمن باهظ سافرت لكثير من البلدان وشاهدت المحيطات، لكنني لم أفطن إلى روعة قطرة الندى المتألقة فوق سنبلة القمح أمام عتبة بابي يا مولاي. نعم، المعجزات حولنا وفي كل مكان، وحتى على ورقة شجرة على باب البيت، لكنه ذهب إلى آخر المحيطات ودار العالم كله حتى يستطيع أن يشاهد عظمة الخلق. فمهما شرق الإنسان وغرب في أسفاره فإنه لن يحظى بلقاء أرسطو أو سينيكا أو الغزالي أو غاندي، ليوناردو دافنشي أو ابن رشد، إلا أن زيارة قصيرة إلى مكتبة أو كبسة زر على الموبايل ستضع في كفي وأنا متكئ على وسادتي كمًا هائلًا من المعلومات عن عصارة عقول هذه الشخصيات العظيمة. أيها الإخوة، لقد أتاحت لنا التكنولوجيا اليوم تواصلًا لم تكن البشرية تحلم به. من الذي سيتيح لنا الاطلاع على التيارات التي يعج بها العالم اليوم في الفن وفي الفكر وفي المعرفة؟ وكيف سنستقرئ المستقبل فنتعرف على عقول الشابات والشباب الذين يشقون طريقهم ليكونوا نجوماً في الفلسفة والفكر والعلوم؟ وكيف 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 إنها الكتب، العقول المكدسة في المكتبات، إنها وسائل التلاقي والتواصل. كل واحد فينا لعله عنده حساب على الفيسبوك أو على وسيلة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي. أحببت أن أذكر لكم واحدة من تنقلاتي بين صفحات هذه المواقع والسياحة العقلية والفكرية الممتعة في أرجائها، باحثاً عن جواهر ما تجود به عقول البعض وقرائحهم، ومتنقلاً بين الصفحات والتعليقات، معرضاً عن بعضها لجفاف مادتها ومقبلاً على الأخرى لثرائها. شخص لبناني من مواليد لبنان يقيم في الدنمارك، متخصص في الحداثة وأطوارها ونقدها وحسناتها وسيئاتها. تابعت منشوراته واستفدت منها، كما تابعت التعليقات والحوارات من أصدقائه على الصفحة، فتعرفت في صفحته على أديب ومنطق من تونس، فأصبح من أصدقائي الذين أضاف إلى معرفتي المتواضعة كثيرا. كما تعرفت على محامي فلسطيني غزير الاطلاع يقيم هنا في الولايات المتحدة، وبينما أنا أسيح في صفحات الأصدقاء وغير الأصدقاء لفت نظري شخص من العراق وضع اسم صاحب الحكمة المتعالية الذي هو ملا صدر الشيرازي وهو من هو على بروفايل صفحته. زرت صفحته فكان هناك منشور حول مكانة العقل بين الإمامية والمعتزلة، والتي عرض في هذا المنشور أحد المعلقين من مصر كتاب المعتزلة ثورة الفكر الإسلامي الحر للأب سهيل قاشة، والذي انتهى بي المطاف أن اشتريت هذا الكتاب في رحلة الأخيرة إلى دمشق. يا لها من رحلة ممتعة مع أصدقاء من أمريكا ولبنان والدنمارك وتونس وفلسطين والعراق ومصر، الذين صاحبتهم في سبر مفاهيم وأيديولوجيات الحداثة والتراث والفلسفة والعرفان وإلى آخر ما هنالك من المواضيع التي لا تنتهي. أيها الأعزاء، إنني وأنا أسيح بين الكتب وأتجول في حقول الصفحات على النت
أشعر وكأنني سائح في مدينة أزورها لأول مرة، فأستكشف حاراتها وساحاتها وحدائقها، فأقطف من كل حديقة وردة ومن كل صفحة فكرة. إذا لم تكن هذه سياحة، فما هي السياحة إذن؟ أنا هنا أتساءل، هل يعود العقل من طوافه بهذه العوالم كما كان عندما غادر موطنه الأصلي؟ أنا أقول هذا مستحيل. لأن مستحيل لماذا؟ لأن كل فكرة جديدة نتعلمها ستمدد عقلنا وتوسعه، ولن يعود أبدا كما كان. أو كما قالت ماريان رادماكر: لم أعد هذا الشخص الذي كنته قبل أن أرى نور القمر ينير الطرف الآخر من هذا العالم. نقطة أخرى مهمة وجديرة بالذكر، أنه أيها الإخوة، حتى يتكامل البناء المعرفي عند المثقف، فإنه لا بد من تنويع مصادر معرفته حتى يستطيع الوقوف من زوايا متعددة على الأفكار والعلوم والفنون والأديان والفلسفات. وقفة صغيرة.